السلام عليكم اخوان. هذه طاه هنا موديل ديال العام اللي فات كطحان التبان والحبوب، كان موطور 5 تخيل وكاين 3 تخيل 380 فولت ولا 220. بالنسبه للسيستم ديالها خدمه زوينه، كترمي ليها من الفوق كما تشوفوا، هاي حتى هي وهي تما اللي خدام عليهم ان شاء الله. سير السي ايوب غنجربوا فيها ان شاء الله الفصه، هذه الفصه هذه تبارك الله، خيرة تبارك الله. وتحية الناس طنجة، هذه غادي طنجة الشمال صراحة، هذه طاحونة الشمال كنسميها، عزيزة على الناس ديال الشمال صراحة لله. جماعة أيوب هذوك الطيبات تاعهم ولا حمراء، بالمناسبة الفصالة غنية بالبروتين، الناس اللي كيديرو التسمين حاولوا يستعنوا بها. وهاد العام ان شاء الله غادي تكون رخيصة ان شاء الله باذن الله. صافي يا سي حمزة، نصبو لك الطحين وسيوب الطحين خير تبارك الله. هذا هو الطحين ديالها، اللهم بارك، الله يسخر لكم الامور. هذه غادي طنجة، تحية لكاع الحباب في المكان.